الآية 23: ذلكم الله ربكم له الملك. وإذا كان الله هو المالك وجب أن يكون هو المدعو وحده. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا لا يملكون شيئا حتى القطمير، أي غلاف نواة التمر وقشرتها، فلماذا تدعونهم، تدعون ما لا يملكونه لكم؟ ولا يشفع أن تقولوا إنهم يملكون بإذن الله، لأن الله لم يأذن أن يملك أحد معه شيئا، وإلا لما قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نتابع الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تدبروا هذه الآيات، فلا هم يملكون ولا هم يسمعون كما قال تعالى، وهم عن دعائهم غافلون. غافلون، لا يعلمون ماذا يحدث حول قبورهم من دعائهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الله العباد يكون هؤلاء المدعوون من دون الله أو مع الله أعداء لأولئك الذين كانوا يدعونهم من دون الله. وتأملوا هذا الموقف العظيم يوم القيامة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فبعد أن يفرق الله بين العابدين والمعبودين، يتبرأ منهم الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل ويقولون إن كنا عن عبادتكم لغافلين،